في الذكرى العاشرة لشهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في معركة نهر البارد، ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قداسا إلهيا في بكركة بطلب من مؤسسة المقدم المغوار الشهيد صبحي العقوري. لقد صمد الجيش قيادة وضباطا وعسكريين وصبر على المحنة في معركة نهر البارد، والجيش هو إياه يواصل من عهد إلى عهد انتصاراته وصولا إلى انتصاره الأخير في معركة فجر الجرود. ونضم صوتنا إلى صوت فخامة الرئيس للمطالبة بعودة النازحين السوريين الآمنة لا الطوعية إلى وطنهم وبيوتهم مثلما أوضحها في كلمته، ونطالب بها ليس فقط لأن لبنان لا يمكنه أن يتحمل بعد الآن نتائج هذا العدد الباهظ والمرهق الذي يفوق المليون والنصف ويتهدد لبنان اقتصاديا وأمنيا ومعيشيا وسياسيا، لكننا نطالب بعودتهم بخاصة لكي يحافظوا على ثقافتهم الوطنية. وقامت عائلات الشهداء بالمشاركة في خدمة القداس الإلهي إلى جانب حشد من الفعاليات السياسية والعسكرية. هو بس ما حدا بيقدر يساوي مع كرامته، ما حدا بيقدر يفهمه غلط، هو الجيش اللبناني. وفي المناسبة اختارت القيادة في الكلية الحربية إطلاق اسم الشهيد العقوري على فوج الضباط المتخرجين في هذا العام. وفي نهاية القداس الإلهي قدم أطفال الشهداء صورة تذكارية للراعي.